فهد، تقييمك لما دار في هذه المباراة من قبل هذا الطاقم التحكيمي؟ شوف، المباراة هذه أنا كنت مركز عليها أكثر. نعم. يعني المباراة هذه بالذات كاملة يؤسفني، وتشوف لقطات يؤسفني، أن الحكم، أنا بوجهة نظري حكم الساحة شارك وكان مساهم في تعادل العراق مع فريق الصلالية للأمانة. يعني تكلمك إياها بكلمة منطق. نعم. لأن في حاجات صارت في المباراة بنشوفها مع الشباب لما يحللون الحين، فعلا يعني كان التحكيم للاسف كان سلبي في المباراه هذه، وبنشوف ان شاء الله بالملاحظات بنتكلم عنها ان شاء الله. نبدا باول الحالات. ابو نواف في الدقيقه 7 دخول وتهور وانذار لاعب استراليا رقم 13. خلينا نشوف الدقيقه 7. يعني في بدايه المباراه لازم الحكم يظهر شخصيته في المباراه، وبالتالي خلينا نشوف الانذار. طبعا هي فيها التهور من بعيد، من الوهله الاولى تبين ان الانذار مستحق والتهور موجود، بس خلينا نشوف العاده راح توضح لنا. نعم، انذار موجود والتهور كان بالذات كان هو موجود. صح. نعم، اذا انذار صحيح. نعم. بالنسبه للاعب. نعم. طيب، ابو زيد في الدقيقه 56 خطا للعراق، هل يستوجب اللاعب رقم 10 قرار اداري؟ نعم، حنشوف اللعبه الان، نشوف الخطا من الكابتن كيم من كوريا الجنوبيه، حنشوف من هنا يعني نشوف اذا كان فيها تهور او كانت فيها فرصه واعده. هنا طبعا التهور مش موجود، لكن خلينا نشوف الان المسافه هل تسمح للاعب هذا الخطا. موجود ركله من الاخطاء 11 ماده 12 عثار للمنافس، لكن خلينا نشوف اللعبه الاساسيه، نشوف لو كان اللاعب كابتن. حنشوف الان اذا في مساحه اوسع. لا ايوه الان بس وقف، الان وقف الان اللاعب العراقي الكابتن. لو كان استمر بالكوره، انا وجهه نظري انه كان عنده فرصه واعده يمشي هو يعدل زملاء، ويمكن الكره كانت تحت سيطرته ما زالت، فبالتالي ما يستطيع المدافع البعيد هذاك يحصل في اثنين من زملاء داخل. كان مفروض اعطاء بطاقه صفراء للسلوك الغير رياضي للفرصه الواعده وليست او الهجمه الواعده وليس بسبب الخطا. نعم. في الدقيقة 74 أبو فهد، هل هناك ركلة جزاء للعراق وبعد لمسة اليد؟ شوف اللعبة دي أنا بالنسبة لي مهمة، وبشوف تمركز الحكم وينه، وين الحكم عن اللعبة. شوف الحكم وقفته هنا، هو طلع الكرة، طلع روح باللعب هنا، خذ طريقة وتمركز صحيح، شايف اللعبة، خذ عرض. الحين ننتظر نشوف قدام عينه، لا ما يعني ما يبي إضافي ولا تقول لي مساعد يساعده. نعم. هذه قدام عينه، ما في حتى حد يحجب عنه. برافو عليك، يعني اللعبه دي قدام عينه، تبدا 5 متر، ركز، ارجع ريوس شوي، الله يخليك ارجع ريوس، ركز على اللاعب رقم 2 بعد ارجع، لا ارجع ريوس عشان بالبدايه لا مو بهذه، هي من البدايه نفس اللقطه اللي بتوها بالبطيء من شوي، بالبطيء بتعدي ايه. انت ركز على اللاعب رقم 2 هذا اللي قفز. هو قفز ليش؟ هو قفز عشان يقطع الكره من المنافس، عشان ما توصل للاعب العراقي. لما شاف الكره وهي نازله ابتعدت عن متناول الراس، فاستخدم نزول اليد اليسار مع الراس. ركز على الكلمه هذه، شوف قفز، طبعا الكره ما يترى، نزل اليد اليسرى، نزلت الكره تحت. في قانون كره القدم في الماده 12 تقول الكره هي بحثت على اليد، شو اليد، شو ركز اليد هي بحثت على الكره. الشيء الثاني، اليد تحولت من طبيعيه لغير طبيعيه، لاني انا نزلتها، انا دريبها شايف الكره، يفترض انه الحكم قريب يشوفها بزاويه، ما في تقول لي بعد رؤيه ما رؤيه، لازم انا في وجهه نظري هاي ركله جزاء. كملها في ضربه ثانيه، كمل النافذه خلاص، مشوها يا شباب، مشوها، شوفوا حتى انشات يد اللاعب الثاني، مشوها، خلها تمشي اللي اقول لكم، خلها تمشي، كمل هذه اليد، ايوه مشوها يا شباب عشان المشاهد يعرف ايش نتكلم عنه هنا. بعد ما يلقى الكوره مشوها، لين اقول لكم وقفوا، شوف هني مشت اللعبه ما صفر عليها، ركل اللاعب العراقي، كمل ركلته وين؟ كملوا يا شباب، خلها تمشي يا جماعه، هذه اخرها بتقطع. لا ضربت اللاعب الثاني، نبي نتكلم عن اليد الثاني، هي في يدين يا خالد، واضحه بس هي اللعبه الاخيره. لا اللاعب البطيء تحت، واضحه تنتهينا بيها الحين، العاده قبل الاخيره. لا موجوده انا شايفها تحت مع شو طول عمر، احنا جبناها بالعاده بطيئه تبين اليدين. اللعبه الثانيه ليش نقول لك ما فيها يعني الثانيه ضربت اليد، شوف الحين هذه ركله جزاء مثل ما قلنا وشرحناها بالقانون. الثانيه انا مع الاستمراريه، ليش؟ لان الثانيه مش اليد طبيعيه، المسافه شفت؟ ايه المسافه نص تقريبا 50 سنتي، واليد طبيعيه، والموقف هذا انا مع الحكم الاستمراريه، ولكن يوجد ركله جزاء اللي قبل لفريق العراق للاسف الحكم ما اكتسبها. نعم. ابو نواف تتفق مع؟ لا ما اتفق معه، انا اشوف اليد كانت طبيعيه وقرار الحكم سليم باستمراريه اللعب، والثنتين ما فيهم شيء. زيد، انا بالنسبه للاول انا اتفق مع ابو فهد، ركله جزاء، لانه شاهد اليد اللاعب اصلا غير وضع، يعني
هو كان يعني زي اللي يقول، احنا نقول ما اعطى اعتبار للعبه، لذلك لعب بعدم تفكير انه تلعب باليد ولا ما تلعب باليد. كانت لو تلاحظ اللعبه الاولى حركه يده الاولى كانت يديه تحت هنا، بعد لما شعر انه ان الكوره هذا وضع يده هنا، ليش جاب يده هنا؟ يعني احنا لازم نفكر، اذا اليد اصبحت غير طبيعيه، هو جاي للكوره، شوف الكوره ما مش الكوره جت له، هو جاء الكوره لا، يعني شوف الكوره الان احيانا تجيك الكوره وانت في مكانك اوكي صح. نقول شوف الحين هو اللي جاء، ارجع شوي، ارجع الكوره كانت رايحه على راس المدافع، ارجع شوي، ارجع الكرة كانت على رأس المهاجم أسم منتخب العراق. ممكن يقول لك إن الطريقة محاولة الارتقاء في ما عليه محاولة الارتقاء، أنت تلعب أنت رحت للكرة بيدك، يدك هذه الوضع هذا لا يمكن يقبل من لاعب يلعب كرة قدم. شوف الآن يده هو محركها باتجاه الكرة، إذا من اللي بحث عن الآخر؟ اليد بحثت عن الكرة. اثنين الوضع غير طبيعي لليد، المسافة بالنسبة للكرة كانت جاية بطريقة لب مش قوية، السرعة سرعة الكرة، إذا المعطيات الثلاثة متوفرة، اذا هو اذا بناخذ تفسيرك اللي تقوله لسان اللاعب اذا تعمد يلعب. اما اللعبه الثانيه 100% لو ما في اللعبه الاولى هذه صح. الثانيه لا يوجد، لانه المسافه التوقع بالنسبه للاعب وضع اليد كانت على الجسم مش متحركه للكوره، بالتالي كان المفروض حساب ركله الجزاء من اللعبه الاولى وليست من الثانيه. اقول لك لو بروح تفسيرك وتقول حق ابو زيد انه قفز، قفز ليش في القانون ماده 12 فصلوا اليد، حطوا الكوره راحت اليد ولا اليد راحت الكوره، مسافه، قوة الركل، هل هي طبيعية في بدايتها طبيعية؟ أنت تشوف اللاعب، أنت تشوف يا خالد متفرج تشوفه طبيعي، هذه اللعبة مستحيل أقول أنها طبيعية يا خالد، مستحيل. ليش؟ لأن اللاعب مثل ما قال أبو زيد، اللاعب قفز راح الكورة، يعني الكورة ما جاتني راح لها، فقفز لما شاف أنها مصيدة براسه استخدم يده. نعم. وبعدين حتى في القانون حطوا لنا اهمال وتهور وقوه مفرطه سلوك مشين، ليش حطوا رتبونه؟ عشان ما نحطها في، ما نقول احنا والله ايه، ما نقول احنا والله ليش قفز اللاعب، لا اللاعب قفز قصير، ما عندنا كلام، احنا نمشي بقانون. نعم. هذه ركله جزاء، هذا مثل ايه ركله جزاء، شوفهم هذا مثل جزاء، ما غيرت رايي. لا الثانيه، الثانيه انا اتفق، الثانيه ما فيهم شيء. ايه. لا وضع الحالتين، لا ركله جزاء، لاعب ناط طبيعي بتكون يده فوق، بغى يلعبها براسه، خان التقدير الكره جت على يدينا. نعم. حاول يسحبها دقت الكره، ما في خانه تقدير، ما في خانه تقدير، ما في قانون خانه تقدير، انت ما قدرت ركله جزاء، في القانون في خانه تقدير يا اخي، اللاعب نفسه، اللاعب نفسه شو قلت، اللاعب لا تقول خانه تقدير، شو تقول انا، ما في قانون، ما في خانه تقدير، في اسمع، لا لا ما في خانه تقدير قانون، خلنا نخلص يا استاذ، خلنا نخلص زين، خلنا نخلص، تفضل، خلنا نخلص، اللاعب ما قد اليد، اللاعب بغى يلعبه براسه، خان التقدير راسه ما وصل حق الكره والكره مسك ايده، معناته حلو 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 كلامك، بس معناته اليد تحولت غير طبيعيه، لا لان خانه تقول انت خانه اللاعب راسه، خانه التقدير راسه، ما يفهم انت قلت رايك، وين قلت رايك، ما يقول تقدير، ما يقول راسه، قلت ما قال خان التقدير براسه الكوره يا ابو عبد الله، تقدير تفهم، افهم يا عمي، يا ابو يا ابو فهد بن نواف، يا ابو فهد بن نواف، بن نواف، بن نواف، هذا رايك وهذا رايك، ابو زيد قال رايك، احنا نتعلم كل يوم، ولا هو بعيب اني صلحي ابو زيد او يصلحي ابو نواف، لكن العيب اني اركب راسي، اللعبه تبطل عين، والله تبطل عين يا ابو فهد، والله العظيم الله يجزاك خير، بالله تبطل عين، ركب جزم يمين، يا اخي بطل عينك انت، ما بطل عينك، لا زين زين ابو نواف، كل واحد له تقديره، قد تصيب وقد تخطئ، ولكن هذا رايه، هو بالموضوع يعني، لا محترم، انا ما قلت لك، ابو زيد الله يجزاك خير، ابو زيد خلينا نروح الحاله اللي بعدها في الدقيقه 76، هدف العراق، هذه بالضبط، حنشوف هدف العراق ونشوف القرار بالنسبه حكم، نشوف يعني هو كان في لاعب في موقف تسلل، هل كان له تأثير أم لا من بالنسبة للمساعد؟ طبعا الآن اللعبة صحيح، بس الآن شوف هذا اللاعب اللي كان واقف، هذا في موقف تسلل، لكن وقوف في موقف تسلل لا يعاقب عليه القانون، ينص كذا، الوقوف في موقف تسلل ليست مخالفة، شاهد الحين لحظة لعب الكرة بس، وقف الآن، وقف يا كابتن، شوف اللاعب رقم 7 منتخب العراق متسلل في موقف تسلل، لو لعب الكوره او لمسها او ارتطمت فيه الكوره حتى من دون قصد حيحاسب على التسلل، لانه استفاد موقف او تداخل في اللعب او دخل. الان لا هو متداخل مع منافس، المنافس معطيه ظهره، لا هو متداخل في اللعب ما لعب الكوره، لا استفاد من مكانه، يعني ارتدت له وضربت في القائم ورجعت له ولا من المنافس، دخلت مباشره، اذا الهدف صحيح والوقوف في موقف تسلل خالفه والقرار صحيح من المساعد الثاني، برافو عليه. نعم. خالد انا اقول كل واحده، انت كمشاهد هل اللاعب ذي اثر على الجول اللي في موقف تسلل؟ بس صح هو موجود فقط، ما خلي القانون يولي، طيب زين خلينا في النقطه هذه،
نعم هذا هو. انزين ابو فهد، عندك حاله شاشه انفراد لاعب العراق وانذار على لاعب استراليا رقم 5 في الدقيقه 79. انا بشوف اللعبه وبتكلم على الشاشه وبتكلم في القانون طبعا وبشرحها من بدايه اللعبه. ابي يجيبوا لي اياها من بدايه اللعبه شباب. شريف زين وقف، هاي وقف وقف وقف، ارجع شوي شريف الله يخليك، ارجع شوي. لا بل انا اقول لك وقف، العبها العبها. لما اقول لكم وقفوها اعملوا اعملوا الصب. خطا زين، خطا زين، وقف الصب. لا الصب الصب استوى خطا هنا. ارجعوا يا شباب، ابي اوريني فوق بعد. بس 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 أوكي. بس بس شوف القانون الماده 12 الاخطاء والسلوك عدلي ابو زيد حددت لما تطرد لاعب لازم في شروط. يقول لك اول حاجه مواجه المرمى، اخر لاعب، فرصه تسجيل هدف، السيطره او محاوله السيطره، يمكن بعدين نتبعها بالمسافه والمساحه والطول. احنا نتكلم على الاشياء المهمه عندنا، الاساسيات. الاساسيات شوف نتكلم عن اللاعب، هذا اللاعب هذا طبعا مواجه المرمى، من يقوم مش مواجه المرمى؟ صحيح زين. واخر لاعب طبعا اخر لاعب يكون، لكن لكن تتكلم مش اللعبه، تتكلم السيطره ومحاوله وجود الكره في الهواء. خلها تنزل اثناء نزولها، وقف اثناء نزولها، وقف 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 وقفوا بس وقفوا. لما نتكلم انا عن عن القانون مدى السيطره وفرصة تسجيل هدف بلقيها لسبب اني لما احسب المسافه من هذا لهذا واحسب مسافه الحارس زين، معناته عنده امكانيه حارس المرمى انه يطلع ويقطع الكره. طالما انه في امكانيه، شوف في امكانيه تلقي بنود الاربعه اللي يطرد فيها كرت احمر، فمعناته الحكم يحتسب ركله حره مباشره ويعطي انذار للاعب، للاعب عفوا للاعب هذا اللي صار خمسه، يعطي انذار وهذا قرصه. اما كرت احمر ما تستاهل كرت احمر لان لقى فيها السيطره او شبه السيطره وفرصه تسجيل هدف موجوده، لان ما دام في حارس في امكانه يقطعها مني، مو شرط يعني يقطعها مني، بس انت كمشاهد تقول ان احتماليه خالد قحطاني يقطع الكره من قدامي، احتماليه، كلمه احتماليه هذه خلاص يلغي الامور هاي. تتفق مع ابو بيض الله وجهه؟ نعم بيض الله. نعم تحليل واضح وصريح، اللعبه جميع المعايير متوفره ما عدا معيار السيطره، كانت السيطره لانه ممكن الكره حتى ممكن تضرب في الارض تروح للحارس وهو يجري لها اللاعب، الكره اسرع من اللاعب باتجاه لذلك قرار صحيح، ركله حره مباشره وانذار، هذا هو القرار الصحيح. نعم اذا وفق الحكم في هذه في هذه اللعبه في هذا القرار. نشوف احصاءات هذا اللقاء سوا. اذا 24 جمله 23 صحيحه وواحده غير صحيحه. تقييمك يا ابو زيد؟ انا اعتبر المباراه صعبه نتيجتها صحيح. وكان في احداث صايره، الحكم 7.4 من وجهه نظري انا، وجهه نظري يعني يمكن بغيره. نعم. اثر النتيجه، كان في ركله جزاء العراق لو احتسبها ممكن تصير 2-1 النتيجه. المساعدين الثانيين 8-5 8-5 ما عندهم اي مشاكل المساعدين. ابو فهد انا المباراه انتهت 1-1 مثل ما قال ابو زيد، ركله جزاء لو حسبت فاز العراق. صحيح. مثلا انا اعطيه 8-5 اللي هي اعلى، اللي هي درجه ما يتعداها الحكم. 8-5 ما شاء الله عليك. 7-5 اقلبها 7-5. اما المساعدين 8.5 8.5 لان كانوا مميزين صراحه. نعم. لكن الحكم كان نواف الحكم 8-6 8-5 8-5 6-8 5 8-5 انا رحت لانه هو يقوم بركله جزاء. صحيح. انا وعندي حاله انفراد 8-5 وجهه نظر بعد ايضا. عموما المباراه التي تليها مشاهدينا